يجب على كل مكلف هذه تتضمن ضروريات وهكذا يذكرون حتى خلص عن عمليه بانه لا يجوز التقليد الضروريات. كل انسان عليه ان يضع لنفسه الدليل حتى يصل الى حاله الاطمئنان التي هي حال السكون النفس وانتقال النفس من الشرك الى حاله الاستقرار. فكل انسان يضع لنفسه الدليل وهو كان بسيطا وحسب مستواه الذهني وسيحاسب على هذا المستوى الذهني لقضية التوحيد والأمر بالله ويضع له الدليل بالإيمان بالنبوة والرسالة وبرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله بما هو يلتزأ الدليل وأيضا بالاعتقاد بالإمامة وبأن أهل البيت سلام الله عليهم بما يعني هو يؤسس الدليل يصل إلى الإطمئنان. لا بس بأن تستعين ممن يعرف دليل ممن لحد ما تبحر إلى حد ما لكون أكثر أو بحث أكثر في هذه الأمور. يعني هذا الإنسان يدلك إلى الدليل أو يلفتك إلى شيء أو ينبهك إلى شيء معين فلا بس بهذه القضية. لكن أنت ستسأل وأنت ستفكر في ذلك عندما تسأل عن الجانب الشرعي وعن الحكم الشرعي تقول سمعت من فلان قال فلان وقلت فلان هكذا في الأمور العبادية. أما في قضايا الأصولية العقائدية أنت ستسأل وعليك أن تجيب. فإذا لم تعرف الدليل لا تستطيع أن تجيب. لا تقول قلت زيد أو عمرو من الناس. يجب عليك أن يعني تقول أنا يعني فكرت وأنا نظرت وأنا فسرت إلى هذه القضية. وما يشير إلى يعني لحد ما الإشارة إلى فرض المعرفة الاعتقادية والأصول ولا يعني لا يخفى على الجميع بأن كل شيء يرجع إلى التوحيد سواء كانت في المسائل الأصولية العقائدية أو في المسائل الشرعية أو في القضايا الأخلاقية أو في العلوم بصورة عامة. كل شيء يرجع إلى مسألة التوحيد وهذه هي المسألة الأصل في المقام. وربما نحن أشرنا إلى جانب التوحيد يعني في مناسبات عديدة وقلنا بأن إذا قالت مسألة التوحيد هي المسألة المهمة بل هي المسألة الأصل بل هي المسألة الوحيدة وترجع إلينا جميعا المسائل لا يجب فيها التقليد. فممكن أن تكون يعني كثير من القضايا والمسائل التي هي ابن أو لا تكون أجمل منها. فإذا نسد باب الوصول إلى معرفة مسألة معينة أو نسد باب وصول النفس وحصولها على الاطمئنان والسكون تجاه قضية معينة فليس أمام الإنسان إلا أن هو يعني يتبنى بنفسه وهو الذي يؤسس الدليل بنفسه حتى يصل إلى الاطمئنان والحق بنفسه الاطمئنان والسكون.